ومشاهدينا يسعد صباحكم من جديد، وصلنا لختام فقراتنا في مشواركم الصباحي يوم جديد. اليوم معنا الطالب مجدي القضاء، وهو طالب بيدرس لجرافيك ديزاين سنه ثالثه بالجامعه الاردنيه، حاصل على جوائز عديده رح نعرف هلا من خلاله على هذه الجوائز بالصور الفوتوغرافيه والكثير، حتى عن محور الخدع البصريه اللي حكينا عنها الصبح، واللي هي يمكن محور يعني بيثير الفضول عند الكثيرين. اليوم رح نعرف من خلاله عن تفاصيل هذا الموضوع وعن الجوائز اكيد اللي حاز عليها. صباح الخير، كيفك مجدي؟ وين صباح النور، كيف حالك؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك. والف مبروك على الجوائز اللي حصلت عليها. احكي لنا هيك عن الجوائز اللي حصلت عليها، يمكن هي مختلفه عن طبيعه دراستك. انت بتدرس لجرافيك ديزاين. جرافيك ديزاين، بس بالنسبه انا بشتغل مصور فوتوغرافي. مصور فوتوغرافي. مصور فوتوغرافي. اخذت يعني التصوير الفوتوغرافي اخذته عن دراسه عن هواية. عن هوايه. هواية يعني قمت بالتصوير أكثر من مرة حتى قدرت أنك توصل على أنك تحوس على جوائز كثيرة، صح؟ الحمد لله، صار لي 3 سنوات بتصور. أعمالي تقريبا حائز على 3 جوائز دولية، مركز أولى، 8 جوائز على مستوى الوطن العربي، وجائزة واحدة على مستوى الأردن. آخر جائزة كانت بالمهرجان الأردني العربي 11 للصور الفوتوغرافية لعام 2013 اللي كانت تقريبا الأسبوع الماضي. حصلت فيها على 4 جوائز، المركز الأول في محور خدعة بصرية، المركز الثاني في محور خدعة بصرية، المركز الثالث في محور بانوراما، والمركز الرابع في محور لوحة رسام. نعم، احنا خلينا نعرض الشهادات اللي حصلت عليها، واكيد المخرجة جيهان هلا كمان بتاخذ الدروع اللي موجودة معنا على بالاستوديو. هاي الشهادات اللي حصل عليها مجدي القضاء عن التصوير الفوتوغرافي. هاي الأولى وهاي الثانية. مجدي، كيف يعني موضوع الصور الفوتوغرافية يمكن مختلف عن دراستك، كيف بدأت معك هذا الموضوع؟ كيف بدأت؟ أول بدايتي كانت في عام 2010. كنت مشارك في بالموروث الثقافي بين الأردن ولبنان، فكانت علمونا أساسيات الكاميرا، كيف تمسك الكاميرا، ومن وقتها بلشت أهمي حالي وأطور حالي لغاية ما وصلنا لدرجة الحمد لله وصلتها. وموضوع الخدع البصرية يمكن أنت زودت المخرجة جيهان بمادة هلا إن شاء الله بتعرض لنا إياها شوي، بنحكي عن الصور اللي شاركت فيها. موضوع الخدع البصرية يمكن موضوع مش سهل، كيف طيب بالنسبة لمحور المسابقات، المسابقات قاعد نخطط الصور من شهر تقريبا. صورة خدعة بصرية اشتغلت أنا واشتغل معي فريق كامل من العمل. إذا الصور انعرضت هلا بتنزلهم اكيد المخرج جيهان واحنا بنحكي عنهم بالتفصيل. اوكي، الصوره الاولى هاي الصوره اشتغل عليها فريق كامل. الصوره بتعبر عن فتاه بتسحب حالها من المرايه زي ما انتم شايفين بالصوره. الفتاه ماسكه اجرها بتسحب فيها من خارج المرايه. اشتغل عليها فريق كامل، المصمم ديانا السمان، والمودلز اللي بالصوره نور يحجازي، واشتغل معي بالاعدادات وتسجيل الكادر خالد جريري. من كواليس العمل للصوره اذا بعرضوها هلا فعلا الصوره يعني عن جد انها زي كانها عم تسحب اجرها من المرايه، لكن هي الحقيقه يعني هي عباره عن اكثر من صوره. كيف بتقوم في هي عباره عن اكثر من صوره؟ اخذنا تقريبا 3 صور، الصوره الاولى للمرايه، والصوره الثانيه اخذناها للفتاه وهي قاعده خلف لحالها مد اجرها، والصوره الثالثه وتسحب حالها. فقامت المصممة ديانا بمسك الصور كلهم واشتغلت مع الفوتوشوب لتطلع مع النتيجة النهائية. يعني هاي الصور اللي مرات كثير بنشوفها، الصور العالمية اللي بتكون فيها خدعة بصرية بتكون معمولة يمكن بأكثر من صورة، اللي مش صورة واحدة. هم محور السابق كان طالبين انك تشغل الصورة كان مع الفوتوشوب، فاحنا اشتغلنا هاي الكواليس. هاي كواليس عمل واحنا بنشتغل عليها، الصورة هاي زي خالد جريري قاعد بجهز الكادر بحركة المراية تطلع فيها الفتاة. الصورة الثانية هاي الكادر كامل اللي ظاهر حاطينها وكل شيء، واحنا بنخطط للصورة. طب تكنيك العمل يعني هذا بيحتاج لتكنيك، يعني تصوير الخدع البصرية كيف تعلمته؟ كيف يعني كيف قمت بتطويره مجدي؟ أول إيش حطينا الفكرة ببالنا شو الصورة بنزيها، بعدين رسمناها مبدئيا بعقلنا كيف نيها، جبنا الإضاءة اللي محتاجها، حطينا رؤوس إضاءة بكل مكان، بعدين قمنا جبنا الموديل وقعدنا نثبتها بالطريقه اللي بدنا مشان نصورها. طب انت كيف طورت حالك؟ هل قرات عن هذا الموضوع اكثر؟ هل يعني في حدا دلك او قال لك كيف ممكن انها تتصور الصور اللي الخاصه بالخدع البصريه؟ انا بشكل عام كل انواع التصوير بتعلمها لحالي عن طريق جوجل. يعني بتبحث عن الانترنت بالانترنت بتتعلمها فيها. عن تجربه خاصه. هاي في صوره اخرى كمان هاي هون، هاي بترا. هاي بترا حصلت فيها على المركز الثاني في خدعه بصريه. كثير الصوره جميل. لواحد ناط مبين زي كانه طاير بالسماء. صح. هاي الصوره بدون اي تعديل مثل ما تصورت. كيف عملتها؟ نط السماء بس. بس ينط وصورته. بس ينط. هاي حصلت عليها كمان بجائزة. هاي الصورة حصلت عليها في محور لوحة رسام. فكرة المسابقة انه تصور لعمل فني، تاخذ صورة تشبه العمل الفني، تشبه صورة
لرسمه للفنان اللي اسمه فان كوخ. لوحه فان كوخ اسم اللوحه ستاري نايت. الصوره زي ما شايفينها تظهر فيها مجره درب التبانه وحركه الارض حول محورها لتظهر النجوم على شكل خطوط. يعني هاي بس اكيد انتظرت انت وقت حتى يكون هيك شكل السماء صح حتى تقدر انك تلتقط هاي الصوره. وادي رم هي من افضل مناطق في العالم لتصوير النجوم. ظهرت مع مجره درب التبانه لان المنطقه صافيه في شويه اضاءه ضوء المدينه. تقريبا مده الصوره واحنا بنشتغل عليها ما يقارب نص ساعه تطلع من النتيجه هاي حتى تقدر بهاي النتيجه النهائيه. وهاي كمان معنا هاي الصوره اخذت فيها المركز الرابع ايضا في محور بانوراما. محور بانوراما انك تلتقط اكثر من صوره وتقوم بدمجهم جنب بعض لتطلع مع صوره واحده كبيره. احنا يمكن بنشوف ابلكيشن بالموبايلات بانوراما على البانوراما لكن هذه بالكاميرا. نشتغل على الكمبيوتر على الكاميرا بعدين نحولها على الكمبيوتر معالجه. في كمان صور ثانيه اخذت فيها جوائز اللي هي اذا بعرضوهم المركز الاول في مسابقه الحريه على مستوى الجامعات الاردنيه والمركز الاول بالمهرجان والمركز الاول في جائزه عبد الرزاق بدرنا الصور الفوتوغرافيه 2013 والسنه الماضيه في نفس المهرجان اخذ ايضا المركز الاول في محور مصدر ضوء صناعي وحيد. قديش مهم الاضاءه مجدي بالتصوير؟ يعني هاي في هون صور هاي الصوره اخذت فيها المركز الاول في محور مصدر ضوء صناعي وحيد في نفس المهرجان السنه الماضيه. الصوره هاي اخذت فيها المركز الاول في جائزه عبد الرزاق بدلان الصوره الفوتوغرافيه. هاي الصوره اخذت فيها المركز الاول راحت صورها صوره الشاب اللي بالبحر الميت اخذت فيها المركز الاول على مستوى الجامعات الاردنيه. والصوره اللي كانت هيك هاي الصوره ايش؟ هاي الصوره اخذت فيها المركز الاول. اوكي. هلا قديش هون عم نشوف بالصور الإضاءة كثير بتلعب دور بالتصوير، هل أنت بتتدخل بالإضاءة بتصويرك؟ أول شيء الصورة كاملة عبارة عن ضوء. صح. فإذا احنا قدرنا نختار الوقت المناسب والإضاءة المناسبة فاحنا تلقائيا حصلنا على 90% من الصورة. بعديها بتيجي على معالجة الصورة، معالجة دعم الألوان، الكروب إذا احتجنا، إذا كانت في الصورة ميلان، كيف نخلي مصدر قوة بالصورة ونتحكم فيه. طب الأدوات اللي بتشتغل فيها هل الأدوات مثلا تقنيتها عالية بتكون ولا أنت ممكن أنك تصنع من كاميرا بسيطة تصنع صورة جميلة؟ من كاميرا بسيطة نقدر نصنع شيء. الكاميرا بشتغل عليها كاميرا ماركة نيكون كل بفريم سعرها تقريبا 500 دولار. العدسة آخر ما اشتريتها عدسة من أفضل عدسات في العالم تصوير الطبيعة تقريبا تكلفت 750 دينار أردني. فهي المعدات اللي بشتغل عليها كل أعمالي كل الأشياء كل أعمالي بشتغل على هاي الكاميرا ما بغيرهم. طيب بالنسبة ل يعني هلا في برامج بتشتغل عليها بالكمبيوتر بعد ما تصور بهاي الكاميرا؟ بعد ما تصور بتخش صورة على المعالجة التقنية بنشتغل على برنامج ادوبي لايت روم والفوتوشوب فقط. هاي في كمان صور معانا. هاي الصورة برضه بسرعة. اوكي هاي بعض اعمالي من افضل اعمالي في كل التصوير داخل الاردن. الصورة هاي في البحر الميت اخذناها. الصورة هاي لمجرة درب التبانة. الصورة هاي ايضا للمجرة. هاي الصورة صورت نفسي في البتراء. وهي كمان ايضا الفترة. في البتراء. اوكي. مجدي يمكن انت لابس بلوزة صح من تصميمك؟ تصميم صديقي. تصميم اللي هو صديقك. رسمني. توفيق الضوي. هو رسمك وانت ماسك الكاميرا. هو رسمني وماسك الكاميرا، فانها دعاية لي. يعني ما شاء الله عليك مجدي، بنهاية يمكن لقائنا هيك بنص دقيقة تحكي لنا شو طموحاتك، شو أحلامك للمستقبل؟ عم تدرس جرافيك ديزاين لكنك عم تحصل على جوائز قيمة في مجال التصوير الفوتوغرافي، ما شاء الله صورك كثير رائعة. ايش طموحاتك؟ طيب طموحاتي عندي أكثر من طموح. أول طموح أن أرتقي في عالم التصوير على مستوى الوطن العربي كامل وأصير من أفضل مصورين طبيعة في العالم كله. حاليا عم بألف كتاب تصوير ان شاء الله قاعد بدور داعمين لدعم طبعه الكتاب. عندي معرض راح يكون قريبا بدعم رئيس الجامعه الدكتور خليفه الطراونه دعمني كامل المعرض. نعم. وهي طموحاتي. بنوجه لكل الداعمين لك كل الشكر وبنطلب اكيد اشخاص كمان يدعموك في مجال الكتاب اللي حابب انك تقوم فيه. جري. ومزيد من التالق مجدي القدام مصور فوتوغرافي وانت بتدرس هلا جرافيك ديزاين، ان شاء الله بنشوف صورك وتصاميمك يعني بتصير عالميه لانه فعلا بتستاهل، تصويرك كثير رائع. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا مجدي. ومشاهدينا وصلنا لنهاية فقراتنا في يوم جديد ومشوارنا الصباحي معكم، أكيد بيتجدد يوميا لكن نتمنى لكم نهار سعيد مليء بالأمل والتفاؤل والإنجاز ونهاية أسبوع سعيدة أيضا، وقضوا إجازة حلوة أكيد مع العائلة. مشاهدينا نتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء.